بنتيجة غير متوقعة إطلاقا في شوط أول متواضع للنادي الأهلي، المريخ يتقدم على الأهلي 2-0 ويهدر ضربة جزاء. هنروح لفاصل ونرجع نشوف رأي محللينا الكبار في أحداث الشوط الأول. زي ما قلنا لحضراتكم النتيجة غير متوقعة إطلاقا، وكمان في ضربة جزاء ضائعة، وبصراحة كان الأداء أكتر من متواضع. يمكن بدأنا أول 5 دقايق 7 دقايق إحنا يعني في الملعب شايفين إن إحنا بنهاجم وبنضغط على فرقة المريخ، ولكن بدون يعني حاجة على المرمى. وبعد كده نادي المريخ دخل الجيم بكورة ثابتة طولية، طبعا أخطاء دفاعية كارثية هنتكلم عنها، ولكن كابتن شريف نتيجة غير متوقعة إطلاقا الشوط الأول. والله احنا كنا بنتكلم يا كابتن ايمن على تحليل فرقتين وعلى تغيير مدرب للفريق بتاعه، بيتمنى ان يكون هو عامل تغيير بفرقته قدام نادي زي النادي الاهلي، وبيتحسس ان هو يعمل شكل جديد لفرقه المريخ. احنا اللي قلنا النادي الاهلي هو اللي بيخلي الفريق الخصم جوه الجيم ولا مش جوه الجيم. انت انا بحس وانا بتفرج على فرقه النادي الاهلي النهارده انها حاسه انها تكسب في اي وقت. عاملين الشكل اللي لعبوا بيه في القاهره على اساس ان هم بيلعبوا بيه في الخرطوم يعني. ف الكره مش كده يعني، الحقيقه كره عطاء في الملعب جامد جدا، الكره تحركات، الكره لما يبقى في لعيب معاه كوره وعايز يبني هجمه لازم 2 3 بص عليهم بيتحركوا بيعملوا سويتشات بيخلصوا جيم. انت النهارده سايب الجيم يمشي يعني زي ما يجي تيجي، زي ما تيجي تيجي. عندك اخطاء دفاعيه اللي احنا كنا بنتكلم وبنعيب على الفرق الاخرى اللي احنا بنلعبها، وبنقول عندهم اخطاء دفاعيه شامله وبيضموا لجوه بيقفوا عايزين يعملوا اوف سايد جيم، وده احنا اللي اتعمل فينا الكلام ده النهارده. احنا اللي مش عارفين نقف، احنا اللي بنقعد نتفرج على اللعيب وبعدين بعد ما بترمي له الثرو باص بنجري نبتدي نعمل المحاوله، احنا اللي سرحانين ما تعرفش في ايه. في عدم ارتباط اللعيبه، في اجايه النهارده مش قادر يتحكم في الكوره او مش لاقي مسانده، او اللعيبه الحقيقه كلهم على بعض كده النهارده لازم يكون ليهم سيناريو تاني خالص. تاني تايم لازم يكون له شكل تاني. المدير الفني لازم يحل المشاكل اللي جوه الملعب بتغييرات سريعه جدا. اعتقد ان اجاييه يقدر يستريح ومحمد شريف يغير يجي الناحيه التانيه وينزل طاهر محمد طاهر بشكل ان هو لازم تخش بشكل تعويضي، بشكل روح اكتر، بشكل استلام كوره، بشكل حماسي اكتر. هو ده اللي دايما احنا معودين عليه لعيبه النادي الاهلي، وياما احنا اتاخرنا بهدف ورجعنا المباراه، بس لابد ان يكون ليك هدف في اول المباراه ان شاء الله في الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، ايه اللي حصل الشوط الاول ويتعالج ازاي الشوط الثاني؟ بص يا ايمن، حصل حاجه هي اللي عامله كل الشكل ده كله. ايه؟ واضح ان اعدادك للمباراه ودخولك للمباراه سيء جدا. اللي فارق المريخ والنادي الاهلي حاجه واحده بس، روحهم عاليه قوي وبيلعب على قد امكانياته، ودي على فكره في كره القدم ممكن تعدي فرقه كتير قوي. انا روحي وامكانياتي، روحي وهعرف امكانياتي ممكن اعديك انت لو انت احسن مني واحرف مني. لكن انا اللي بجري، وانا اللي بلحق الكوره، وانا اللي بعمل عليك ضغط، وانا اللي عايز الكوره، عندي اصرار وعندي اصرار. الى الناحيه الثانيه انت ما عندكش حاجه خالص. انت احنا كلنا كنا في الاستوديو اجمعنا على حاجه واحده بس، عشان تكسب مباراه او تبقى احسن شكلك احسن لازم خطوطك تبقى كلها قريبه. صحيح. دي قالب ب انت النهارده خطوطك كلها ايمن بعيده. مزبوط. بغض النظر عن النهارده مستر موسيماني عنده مشكله بين الشوطين جامده جدا. ان ال10 لعيبه وحشين، صح، ما فيش لعيب النهارده تقول في مستواه العادي واقف على رجله خالص. يعني انت عايز ال10 لعيبه او ال11 لعيب في الملعب دلوقتي هو عنده مهمه صعبه جدا، اذا كان هيعمل تغييرات زي ما قال كابتن شريف او بسرعه لازم اللعيبه دي تنزل الشوط الثاني اكنها لسه بادئه المباراه. لان بص اي على فكره يعني اللي بيحصل ده بص يعني على الشاشه شكرا نوال وسمير، بص المنظر ده ايمن ما ينفعش ده شكل فريق. ما ينفعش المساحات والبعد واللعيبه كلها مش ممكن، يعني من النادر لما تشوف لعيبه النادي الاهلي بالبعد ده كده ايمن. يعني لعيبه المريخ لو شفت المسافات هم اقرب منك. صحيح. اقرب، يعني لو جبت اي كره كده ضاله شوف الضغط بتعمل ازاي. صحيح صحيح. تلاقي المريخ هو في خشونه وكل حاجه انا معاك، لكن هم اللي عندهم اصرار. يعني لازم الاول لازم النادي الاهلي يعرفوا ان اللعيبه تعرف ده النادي الاهلي، ما ينفعش يطلع خساره 2-0. لازم التفكير يتغير والحماس يزيد. صحيح. شويه، واعتقد ان كتير قوي متاخرين لكن ممكن تكسب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، هل هيبقى في لجوء للدكه من بدايه الشوط الثاني؟ ممكن جدا، بس هي المشكله في حاجه انه تقريبا كل الناس اللي في الملعب مش في حالتها.
يعني يمكن لو هو محمد شريف بيحاول شويه قدام بس ما فيش حاجه واصله له. ايوه هو انقاذ ما يمكن انقاذه. ممكن ينزل مين؟ المشكله اللي انا شايفها كبيره جدا جدا خط الدفاع، لا وجود قفشه ناحيه اليمين قوي واجايه ناحيه الشمال قوي. مروان وشريف ما بيلعبوش زي مباراه فيتا. كان الاربعه مروان وشريف مع قفشه واجايه كان كميه الجري عندهم عاليه جدا وبينزلوا يقفلوا العمق مع قفشه و على الصوره كمان فعلا بينزلوا يقفلوا العمق مع سوليه وديانج. ايوه النقطه اللي هي فيها مركز 10 المفروض دي طالما مجدي قفشه بيلعب ناحيه اليمين بيعملها بالتبادل صح، وحتى في ماتش فيتا كان بيتحرك كتير للعمق. النهارده واخد الطرف قوي 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 زياده من بدايه المباراه. من بدايه المباراه صحيح. دي عامله مشكله شويه مع ديانج والسوليه ان مفيش حد بيستلم منهم في الحته اللي خلف وسط ملعب المريخ، فتحس ان هم اسرع هم اقوى بيستلموا احسن، فانك اكنك في فاصله بين الاربعه القدامانيين والاثنين اللي في اللي هو السوليه وديانج. مع حاجه غريبه جدا النهارده ياسر ابراهيم وبدر بنون حاله عليه علامه استفهام كبيره جدا واخطاء كارثيه. بدر بنون تقريبا الثلاث اهداف الهدفين والبنالتي مسؤول فيهم. الكره الاولانيه ما نطش كويس مع الراجل صحيح هاني يغطي برده. الكره الثانيه هو وياسر ابراهيم طالعين يكشفوا الاوفسايد تمركز خاطئ. الكره الثالثه البنالتي تحس قراراته النهارده فيها بطء، بس هي المشكله انه ما فيش الا غير بيكهام بس اللي قاعد بره. أيوة. انت حتى لو عايز تفكر انك انت كنت تدخل ايمن وسعد سمير ممكن، بس سعد سمير بعيد عن الماتشات. أيوة. لو دخلت ايمن جوه مين اللي يلعب ناحيه الباك الشمال؟ أيوة. فهي دي النقطه، لكن أيوة. على الاقل لازم يعمل تغييره اللي كابتن شريف قال عليها. اجايه حالته برده بعيده قوي، ممكن ينزل طاهر يمكن يعمل نشاط شويه. طيب كابتن عادل، الحلول مستر موسيماني للعوده للمباراه من بدايه الشوط الثاني؟ طبعا هو يعني في حاله يحصل عليها ان زي ما اتفق مع الكباتن ان العشره مش يعني في ناس كتير جدا مش في حالتها كويس. وفي ناس اقل من حالتها. ممكن نعمل ايه من البدايه؟ انا شايف ان هو محتاج يجازف لان النتيجه 2-0 وممكن تزيد بالناس اللي موجوده في الملعب. يغير مين وينزل مين؟ انا لو انا مدير فني هروح هنزل بتغييرتين بدري، هطلع واحد من نص ملعب ولاعب قفشه، العب قفشه 8 جنب سوليه، واطلع اجاييه وانزل وليد سليمان وطاهر. وليد سليمان وطاهر من بدايه الشوط والعب 4-2-3-1 واشتغل شغلي عادي، تمركز جيد، هيبقى عندي استحواذ جيد. ان الشوط الثاني ممكن احنا عندنا مشكله واللعيبه واقفه كويس، فرقه المريخ واقفين كويس، الاستلامات اللي ما بين الخطوط مش موجوده. دي مشكله كبيره جدا لان كلهم الفيرودين واقفين بعيد، وحتى قفشه واجي لما بيدخلوا جوه الملعب بيدخلوا خلاص بعد ما الكوره بعيد، في مسافه كبيره جدا. فانا شايف ان وليد ليه هيبقى ليه دور لو هو موجود معاك وقادر يشتغل. طالما موجود معاك في ال 18 يبقى يقدر ياخد 45 دقيقه، يبقى موجود. وموجود قفشه انا شايف تغييره فيها ريسك شويه، تغييره فيها مغامره، ولكن انت مجبر انك تعمل كده وتبقى من بدايه الشوط. انا شايف ان هي من بدايه الشوط. هو النقطه ايمن زعادل اتكلم فيها دي، قفشه لازم يخش للعمق على الاقل، ما دخلش 8 يخش 10 اللي هي تحت راس الحربه عشان يستلم ويلاعب الناس، وواحد يروح ناحيه الطرف اليمين. ان شاء الله نتمنى من النادي الاهلي كل التوفيق الشوط الثاني، وان شاء الله نغير النتيجه وعلى الاقل نجيب التعادل وبعدين نفكر في المكسب باذن الله، ونبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله. هنروح لفاصل وبعدين نلتقي بحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه، والنادي الاهلي فايز ان شاء الله. ارجوكم انتظرونا.